منطقة لات زبار التابعة لبلدية حسيف دول بولاية الجلفة تعد واحدة من المناطق الفلاحية التي تحتوي على عديد المستثمرات في إنتاج البصل والطماطم وغيرها من الأشجار المثمرة، إلا أن مادة المازوت أثقلت كاهلهم وجعلتها الوسيلة الوحيدة لتشغيل محركات السقي الفلاحي. الكهرباء هي ضرورية بالنسبة للإنتاج تاع البصل هنا، كيوجد السوق تاعو هنا يطيح عليه، معناتها ما كاش امان. نقولوا حنايا هنا كاين فريقوات، كاين سوق الجمله، ما كاش تولي تحلل باش يجيك الشاري هنايا، من سبب الطريق، من سبب من كلش، من معاناه من كلش. الخدام من جهه، المازوت من جهه، الانكري من جهه، الدواء من جهه، البصله رانا من البدايه للنهايه بالدواء، يومين الدواء معاه، يومين، والدواء غالي. البصله هذاك شوف فيه، كون ما نجيبوش المازوت ما نسقوهش، ورانا نعانوا بزاف بزاف بزاف. رانا في 2022 مازال ما شفناش حاجه، لا طريق لا تريسيتي، ونعانوا من المازوت، نعانوا من الزيت، نعانوا من الضوء للدار وما عدناش. إعادة ترميم وبعث هذه المدرسة التي بقيت على حالها مخربة منذ السبعينيات وتزويد ساكنتها بالكهرباء من شأنه أن يفك العزلة على أبناء هذه المنطقة. وليداتنا راهم يعانوا، راكم تعرفهم يقراوا، القراية ذكرها هي ضرورية بالكهرباء، تليفون، الميكرو، الصوالح، كلش راه بالكهرباء، البحوث كذا كذا، ما كانش. رانا نديروا في المجهود بالموتور، الموتور وقتها ينوض. الناس اللي ما عندهاش فلاحة راه ينوض الموتور المغرب ساعتين ثلاثة ويطفوه. الحاجة الثانية، احنا راه عندنا مدرسة هنا راها مهدمة من السبعينات، وليداتنا راهم يروحوا، كاين اللي عنده المركوب، كاين اللي عنده السيارة راه يديهم يوصلهم، كاين اللي ما عندوش راه في معاناة كبيرة. على الرغم من هذا التقدم الحاصل والمجهودات المسجلة لدى هؤلاء الفلاحين، إلا أنه لم يشفع لهم في أن يتحصلوا على طرق صالحة للسير، وهو الأمر الذي بات يرهن الفلاحة بمنطقة لات زبار.